موجود احنا فيه حول كل انتشار الوباء والذي دب الرعب والخوف في قلوب الناس. ولكن كان اليوم لنا حديث مع مراجع دينية من بلادنا حول أمرين. الأمر الأول والذي هو أمر يعني كنا نسمع به في الماضي من الآباء والأجداد، أنه سوف يأتي يوم تهجر فيه المعابد. هذه القضية هجران المعابد بأمر قد أصبح اليوم أمرا متداولا بين رجال الدين والمرجعيات الدينية. كنت أسمع دائما أن سوف يجيء يوم تهجر فيه المعابد من المصلين، وإذا ذكرت كلمة المعابد لم يذكر هناك كنيسة أو خلوة أو جامع أو كنيس، إنما قال تهجر المعابد. فالأمر إن كل المعابد لدى كل أبناء البشر هجرت بأمر، وذكر في بعض الأماكن وهم صاغرون، بمعنى مجبورون على اتخاذ هذا القرار. فهذه أول ليلة جمعة عبر التاريخ لم تقام ولن تقام صلوات دينية، إن كان ليلة الجمعة أو غدا نهار الجمعة للإخوة المسلمين أو غدا أو بعد غد يوم السبت أو في يوم الأحد، لم ولن تقوم الصلوات. لو رجعنا في هذا الموضوع في هجران المعابد من المصليين، فنحن نستطيع أن نقول أن هناك أمر رباني في هذا الأمر، مش أمر إجى على يد الإنسان، إنما إلهام من الباري تعالى خلال لحظات اتخذ قرار عبر التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم، وقف الصلوات والشعائر الدينية في كل المعابد. أنا كرجل دين ينتمي إلى مذهب معين، كان لي اليوم حديث مع عدة رجال من عدة المذاهب، فكنا نقول إنه يعني حتى الباري تعالى والله سبحانه وتعالى أمر في إفراغ المعابد، وكأن على الإنسان وعلى الأرض أن تعقم. هذا تعقيم للأرض، هذا تعقيم للمجتمعات، لأن الأرض أصبحت في وضع لا يطاق. أنا أعتقد وأقول لكل الإخوة لا تخافوا ولا تهتموا مما يحصل الآن، سيجيء غدا ويكون غدا أفضل إن شاء الله. ولكن لو استغلينا هذا الوضع الذي نحن فيه ونحول هذه النقمة إلى نعمة فباستطاعتنا، وكأن الله سبحانه وتعالى يرسل رسالة إلى جميع البشر وإلى جميع الأمم، اجلسوا في بيوتكم. وكل التصرفات اللي احنا عم نتصرفها اليوم يوميا حول الأرض في كل المجتمعات وكأنه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أعمالنا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، قد ملأت الأرض جورا وظلما وبغاء وبعد عن الله، وكأن الله سبحانه وتعالى يرسل لنا رسالة امكثوا في بيوتكم، امتنعوا عن المعاصي، امتنعوا عن الأعمال السيئة، عودوا إلى نفوسكم. كيف يعود الإنسان إلى نفسه؟ بتجديد حسن اعتقاده وبتقوية إيمانه وبقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول لكم جميعا سأذكركم في هذا الموضوع، غدا عندما تزول هذه الغيمة سيرجع العالم على ما هو عليه كيفما كان. أنا أعتقد لو كل إنسان مننا أينما وجد يأخذ هذه الفترة إحنا موجودين فيها، يرجع إلى نفسه، إلى بيته، إلى عائلته، إلى أعماله، نرجع بالصلوات في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يخرجنا من الوضع الذي نحن فيه إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا العودة إلى المبادئ الدينية، كل على دينه. لأن العالم اليوم موجود إخواني في مسار بعيد جدا عن المسار الحقيقي الذي وجد من أجله. وقلت في أحد محاضراتي، ما هي الرسالة للإنسان على وجه الأرض؟ لماذا خلقنا وانبعثنا إلى هذا الكون؟ لسبب واحد، وهو تصليح الذات وتصليح النفس. لو كل واحد مننا رجع لنفسه وصلح نفسه ومحى ذنوبه، في يوم القيامة غدا فيش إنسان بيحاسب عن إنسان آخر، لا الأب عن ابنه ولا البنت عن أمه
ولا الأخ عن أخوه ولا الجار عن جاره، كل نفس تجازى بما كسبت. أتوجه إلى جميع الإخوة والأخوات، لا تخافوا من الوضع الذي نحن فيه، إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. بعث لنا هذا الوباء لنجلس في بيوتنا ونرجع إلى نفوسنا ونجدد حسن الاعتقاد ونجدد نفوسنا إلى الطاعة ونشد في نفوسنا إلى الطاعة، لأن الإنسان لا يخرج من هذا الوضع إلا بتقييم أمر الدين. وحرف الصاد له أهمية كبيرة جدا. الصاد هو صوم، الصاد هي صلاة، الصاد هي صدقة، والصاد هي الصبر. إذا أخذنا هذه الأربع كلمات، صلاة، صوم، صدقة، صبر، تبدأ بحرف الصاد، لا نخرج من الوباء الذي نحن فيه إلا أن نصوم. بماذا نصوم؟ ليس عن الأكل، صوم النفس وليس صوم الجسد. صوم الجسد عن الغذاء، وإنما صوم النفس عن المعاصي. علينا أن نصوم يوميا عن المعاصي ونمنع أنفسنا من اقتراف المعاصي. الصلاة، كل في لغته بقدر يصلي إلى الله تعالى، مش مجبور الإنسان يصلي فقط من كتاب الدين أو كتاب المذهبي، ممكن في نفسه إذا غمض عينيه واتصل مع الله سبحانه وتعالى اتصال روحي بقدر يصلي إلى الله سبحانه وتعالى في لغته. الصدقة، قديش الإنسان بقدر يتصدق في حياته سيصل إلى الله تعالى. والصبر، فإذا صبرنا على البلاء سنخرج من المحنة التي نحن فيها. فلذلك يا إخوتي جميعا أينما كنتم، الوضع الراهن في العالم هو امتحان للإنسان، كيف يعبر هذا الامتحان. فأنا أقول لكم جميعا وأنا شاعر في تفاؤل بأن الغد قريب إن شاء الله وسيكون أحسن وسنخرج جميعا. ولكن يا حبذا لو كلنا نخرج من الوضع الذي نحن فيه في درس وفي عبرة، أن نعود ونقترب إلى الله سبحانه وتعالى. قديش